ابو دانه من الرياض. السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ عبد الكريم، مساك الله بالخير يا شيخنا الفاضل. الله يحييك، تفضل. مساك الله بالخير. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. تقبل الله منا مكس. يا شيخ انا عندي سؤالين، الحقيقه سؤالين لزوجتي انا. لكن سؤالنا الاول يقول ما حكم لبس العباءه على الكتف وهي واسعه فضفاضه؟ السؤال لا يا اخي سم، خلينا نجاوب على الاول. سم تفضل. عباءة المرأة لا تكون على الكتفين عند الخروج، وإنما تضعها على رأسها لتضفي عليها وعلى لباسها. نعم. واسعة يا شيخ الله يحفظك، فضفاضة عليها طرحة. واسعة لابد تكون واسعة، لو كانت ضيقة لا تجوز. نعم.